بنتي يا رانيا، نعم. ابوكي ماله؟ ماله؟ في ايه؟ مش فاهمه. دخلت عليه لقيت وشه مقلوب كده وشكله مش طبيعي. عادي يعني يا ماما، تلاقي عشان خاطر غاده. هي عامله ايه دلوقتي؟ هتكون عامله ايه يعني؟ ربنا يعينها على اللي هي فيه. فين بقى الشقه اللي قالوا هيدوها لنا؟ يا بنت احنا في ايه ولا في ايه؟ ردي عليا الاول، في حد كلم ابوكي او هو كلم حد؟ مفيش غير عم راضي، جه قعد معاه شويه وعملت لهم شاي ومشي. راضي؟ الراجل اللي اسمه راضي ده كان بيعمل ايه هنا؟ وانت ايه اللي مخوفك قوي من مجيه كده؟ انا ما بخافش من حد يا شوقي، ما بخافش غير من ربنا، وبخاف على شرفك وعلى سمعة بناتي. وسمعتك انت ما بتخافيش عليها؟ جرالك ايه يا راجل؟ ده الحمل اللي انا شايلاه مفيش جبل يقدر يشيله. الله لا يسيك، انا مش ناقصه نقرزه. تعالى معايا دغري كده وقول للواطي ده قال لك ايه، شقلب حالك معايا بالشكل ده. ده انت كأن على راسك بطح. انا على راسي بطح يا شوقي؟ بعد العشرة والعمر ده كله بتقول لنا كده؟ انا ما قلتش حاجه، انت اللي بتقولي على نفسك وكأنك بتشهدي عليها. انا بشهد على نفسي؟ حرام عليك يا اخي، ده انا ضيعت عمري وشبابي عليك انت وبناتك. ده انا من ساعه اللي جرالك ده وانا عايشه خدامه تحت رجليك وحارمه نفسي من كل حاجه، بعد ده كله تقولي كده؟ حرام عليك يا اخي، حرام عليك. في ايه يا دي؟ شكرا. في ايه مالك؟ تعالي شوف ابوكي، ابوكي بيتهمني بشرفي. ايه يا بابا الكلام اللي بتقوله ده؟ انا يا بنتي لا قلت ولا نطقت، امك هي اللي بتقول. اصل تبيع ده نقب الفلوس، سهل عليها تبيع اي حاجه تانيه.